جراحة الكبد مثل ما قلنا هي جراحة بحد ذاتها دقيقة، ولكن مثل أصبحت جراحة روتينية. يعني إذا أنت بترجعي بنقرأ عن نسبة الوفيات مثلا في جراحة الكبد من الأيام تتجاوز 2% أو 5% مثل مثل أي جراحة أخرى، نسبة قليلة. بس المهم نقطة مثل يعني نحن مثلا بمستشفى الشرق لما بلشنا نقول بنعمل جراحة كبد، ابتدأنا نبلش المان باور، يكون أطباء المخدرين جاهزين، يكون الآي سي يو العناية المركزة عندنا جاهزة، يكون أطباء مو بس في جراح الكبد، يكون يبدأ يساعد جراح الكبد، يكون عنده خبرة بجراحة الكبد. وبعدين بعد عن ذلك في أدوات خاصة لاستئصال الكبد. نعم هناك أدوات خاصة بنحكي عنها بعدين، ولكن هناك أدوات خاصة بس هي مو كل شيء. فلما تبتدأ جراحة الكبد لاحظنا بكل أنحاء العالم نسبة الوفيات بجراحة الكبد من أورام من العمليات هي نسبة مثل أي عمليات أخرى. فهي إذا كانت تقوم جراحة الكبد في مراكز متخصصة نعم. بأيدي خبيرة هي تعتبر جراحة روتينية تقريبا.